بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أنا وسهلا بكم يا أصدقائي في الدرس الثالث من دروس CSS Lectures. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نأخذ سيليكتور جديد. أول شيء سوف نقوم بإنشاء ديف بداخله ثلاثة باراغراف بداخلها is a paragraph هكذا. هنا ثلاثة باراغراف جيد. نقوم بنسخ هذا ثم أعيده مرة أخرى هنا. جيد، بعد ذلك نذهب إلى ملف الستايل ثم نضع أول حرف هو بي، بعد ذلك نقطتان ثم نقول له first child يعني أول ابن من الباراغراف. ضع له الخصائص التالية، مثلا color red ثم text decoration underline، ضع له تحت أسفله خط، نعمل refresh كما لاحظتم هنايا أول ابن ثم وضع له لون أحمر ثم أسفله خط. قمت مثلا إلغاء بإلغاء هنا لحذف الديفاش كما لاحظتم أصبح لنا لدينا الباراغراف فقط. لو عملت ريفريش لاحظوا سوف يتم وضع تنسيق لأول عنصر فقط. نقوم بإرجاع الديفاش هنا، نكتب مثلا لدينا سيلكتور آخر اسمه last عكس first يعني الأول، لكن last يعني آخر كما لاحظتم آخر باراجراف ثم وضع له التنسيقات. قمت بإزالة الديفات مرة أخرى سوف يتم تنسيق آخر باراجراف فقط، لاحظوا ثم تنسيق آخر باراجراف فقط. هذا بالنسبة لي first و last child. لدينا سيلكتور آخر، هنا سوف نقوم بوضع div بداخله أربعة بوتون ثم نكتب بداخل كل واحد مثلا one two three ثم ثم هنا نضع ديف آخر به بوطن واحد نسميه 5 كما لاحظتم هذه هي النتيجة. ثم نقوم بوضع هنا بوطن ثم نقطتين ثم نكتب only child يعني ابن واحد فقط، ثم نفتح البراكيت ثم نضع تنسيق التالي مثلا باك جراوند كولور توماتو ثم كولور بلاك ثم بوردر مثلا 2 بيكسل سوليد بلو. نلاحظ النتيجة الآن كما لاحظتم تم تنسيق بوطن واحد فقط. مثلا لو عملت هنا display block، لاحظوا
عفوا اللاين بلوك، لاين بلوك شو ما اعمل، شو مارجن توب 210 بكسل، كما لاحظتم تم تنسيق البطون الذي هو لوحده فقط، كما لاحظتم هذا هو البطون الذي تم تنسيقه. مثلا لو قمت بإضافة هنا بطن آخر معه لن يتم تنسيق أي شيء، لاحظوا لن يتم تنسيق أي شيء، لكن لو وضعت هذا لوحده سوف يتم تنسيقه. هنا يمكن أن نضع نجمة، يعني أي بطن لوحده في الوثيقة التي قمت بكتابتها HTML سوف يتم تنسيقه. لاحظوا تم تنسيق عنصر واحد فقط. مرة الآن إلى سيليكشن آخر، سوف نقوم بوضع مثلا ديف بداخله باراجراف زائد سبان، كما لاحظتم أكتب هنا this is a paragraph، ثم هنايا this is a span، جيد. ثم بعد ذلك أقوم بوضع مسطرة، ثم أكتب هنا div بداخله 2 paragraph، ثم بداخله this is a paragraph، أعمل طب جيد. ثم أذهب إلى CSS ملف، ثم أكتب pay، ثم أكتب only of type، ثم أفتح البراكت، ثم أضع background مثلا red. ماذا سوف يحدث هنا؟ سوف يتم تنسيق هذا الباراجراف فقط. أعمل refresh، عفوا هناك خطأ، ماذا كتبت هنا؟ أو أوف كتبتها خطأ، أوف تايب، جيد. عمل الريفريش، كما لاحظتم تم تنسيق هذا الباراجراف فقط. لماذا؟ لأنه هو لوحده الموجود، ليس معه أي باراجراف آخر. مثلا لو أضفت معه باراجراف آخر، لاحظوا لن يتم تنسيق أي شيء، لكن لو تركته لوحده سوف يتم تنسيقه. كذلك ينطبق هذا على باقي طاقات، مثلا سبان، لاحظوا تم تنسيق سبان، لكن لو كان لدينا 2 سبان مع في هذا الديف لن يتم تنسيق اي واحد. نمر الى اخر سيليكتور في هذا الدرس، مثلا هنا سوف اقوم بوضع يو ال، ثم بداخل يو ال 4 ال اي، ثم هذا اكتب فيها واحد، وهذه اتركها هكذا، ثم هذه سوف اضعها اسباس، وهذه سوف اكتب فيها 4، ثم اذهب الى ملف الستايل، ثم اكتب ال اي امتي، يعني اي واحد فارغ، امتي يعني اي واحد فارغ، ضع له هذه تنسيقات، مثلا باك جراوند، باك جراوند كولور ريد. لاحظوا ماذا سوف يحدث، لاحظوا تم تنسيق فقط، هذا هو الذي قام بتنسيقه لأنه فارغ، هذا اسباس يعتبره أنه مملوء. مثلا لو قمت بحذف اسباس وعملت ريفريش تم كذلك تنسيقه. نمر الآن إلى سيليكشن آخر وهو الأخير، هنا سوف أضع مثلا باراجراف، ثم أكتب هنا this is a paragraph، ثم أعمل هنا h1، ثم أكتب هنا welcome، ثم أذهب إلى هنا، ثم أضع نجمة، ثم أكتب root، يعني root عفوا هكذا، يعني أي شيء color red، لاحظ من سوف يحلي. كل شيء شمع جميع السيليكتور في جميع عفوا الاليمنت التي موجوده في الصفحه سوف يتم تلوينها بهذا اللون، لكن لو حذفت هذا ثم وضعته مثلا هنايا
background red. كل شيء سوف يصبح باللون الأحمر. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس أصدقائي، أتمنى أن ينال إعجابكم، نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.